السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم، الحمد لله. بداية إني طبعا أحبك في الله وبحب أتابعك، أحبك فمن الله وقت الذي أحببتنا فيه. حلمت نعم بحضرتك، حلمت نعم حلمت إن أنا كنت قاعد معاك وجي وقت صلاة العصر وحضرتك طلبت سجادة صلاة وصلينا جماعة مع بعض. يا رب يجمعنا في الفردوس يا رب والسامعين. يا رب. عندي سؤال تاني بسيط. دلوقتي أنا طبعا مش حابب إن أنا أتعامل مع المعارض والبنوك في تقسيط العربيات وكده، فليا واحد صاحبي بيشتري عربية بالنظام ده وعايز يبيعها، فهل أنا ينفع أخدها منه وأكمل بالنظام ده؟ هو اشترى ولا لا هيشتري؟ لا، هو اشترى ومعاه وبيقسط مع معرض بالفوائد طبعا يعني والأجل. انت تريد تشتريها وتقسط انت، اشتري ايه؟ تشتريها وتقسط انت، تشتريها منه وانت تتولى التقسيط للمعرض. تمام. طب انا كده هيكون عليا ذنب لا ما فيش ذنب المؤخر الان ان شاء الله، ولا؟ ما فيش ذنب، بس تسدد الاقساط في وقتها حتى لا تتراكم عليك فوائد ربوية. هي كده كده العربية باسمه هي ها؟ وهيترقم عليه باسمه هي، يعني هو محمول عليه حظر بيع. فانا ما فيش مشكلة، الله يسلمك. معمول عليه عفوا حظر بيع ازاي؟ كيف يعمل عليه حظر بيع ويبيعها؟ هو هيبيعها، هيعمل لي توكيل بس يعني حق يعني انتفاع لا بأس. هو مش هينقل ملكية إلا لما أخلص بقية أقساطها مع خلاص المعرض. يبقى حق انتفاع، رتبه على انها حق انتفاع. سلام عليكم.